السلام عليكم، معكم مادي كريز في أخبار من بيرل بيس عن بلاك ديزرت أونلاين. ما راح أدي رأيي في هذه المسألة لأني أحاول أني ما أدي رأيي في المقاطع اللي أنقل فيها الأخبار. راح نتكلم عن Glorious Showdad Outfit اللي سووا بري أوردر من الأكس بوكس أو البلاي ستيشن 4 يعرفونها، ومو أي بري أوردر، كمان الألتيمت أديشن ضافوها في البيرل شوب، يعني الحين ما هي خاصة بالقدام بس، يعني اللي يبغى يقدر يشتريها من البيرل شوب. وهم في هذه النشرة كتبوا انهم عارفين وعارفين تقدير اللعيبة للشيء هذا، وين الكلام هنا؟ ايوه بلا 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 بلا، اوكي understands the sentiment of the show that set holds. فلهذا السبب ما أعرف إذا كان اعتذار أو شيء ثاني، بس هذا هو لهذا السبب راح يدون أي واحد أو أي شخص اشترى سوى بري أوردر للألتيميت أديشن من الأكس بوكس أو البلاي ستيشن 4، راح يدونهم الغلوريوس شودات بريميوم بوكس مجاني، راح تكون موجودة في الإنبوكس بعد التحديث الجاي. الإنبوكس راح تكون موجودة في الإنبوكس بس لمدة 90 يوم بس، فحاولوا أنكم تلحقوا عليها. اوكي، واللي قد سوى واللي سوى ريفند للالتيميت اديشنال بري اوردر اخذ حقه، ما راح يكون له شيء. alright.